طبعا عندنا سؤالين مهمات ومن هذه اللي دائما الاسئله وكل سواء كان بمروان ولا ببرتوت مركزا حواليها يعني هو وين الريجن يعني وين الكوست. فنحن دائما في النيرفس سيستم كيف ما احنا عارفين دائما سؤالنا بعد ما نديروا اكزامينيشن والله يجوني ام سي كيو حاله معينه وغيرها دائما نساله وين الريجن. كلمة وين الريجن هو احنا بنعرف وين جايه بالضبط في النيرفس سيستم اللي موتور سيستم ولا في السنسري سيستم ولا في الكرينيال نيرف وغيره. لذلك احنا لابد ان نجاوب السؤال اصلا. سي نس هو اهم شيء في سي نس هو انك تعرف لوكاليزيشن ريجن. طبعا اغلب الام سي كيوز حيكون على وين الريجن يا اما يعطيك كلينيكال فيتشر ويقول لك الريجن وين يا اما يعطيك الاناتومي ويقول لك شنو هي. يعني مثلا يقول لك ديسبيزيا وين فانت بتقول بالكورتكس او يقول لك كورتيكال ليجن شنو هي انت تقول لك ديسبيزيا وهكذا يعني الاكشن حلو. لذلك نحن هنا نتكلم على كومن فيري كومن كويشنز. نحن عندنا نقول البيبر 2 كلها تكون لوكاليزيشن وين الليجن وين الليجن. فنحن عادة نقول مش نقول وين الليجن ناخذ في سنتر. السنتر اللي نتمحور عليه هو الموتور. اهم واحد هو الموتور. ومع الموتور نشوفه من حشة الاخر. لان الموتور هو لو تلاحظوا كروسنج النيرفس سيستم كلها من الكومبلكس لعند النهاية. فانت بعد تفهم الموتور محور عليه حشة الاخرى تعرف انت هو الريجن. فنحن لو قلنا الموتور كمان هو الويكنس. لو نبدا نتكلم على الموتور ونتكلم على الويكنس. لو الويكنس لو حد قال لك وين الليجن في الويكنس حتقول لك الليجن في البيراميد الترايد. هذه اول معلومه اي واحد عنده ويكنس معناه الليجن في الكورتيكو سباينال تراك معناه الليجن في البيراميد الترايد. مش مكان اخر في السينس يعني الويكنس. فلو كانت البيراميد الترايد وين في البيراميد الترايد؟ هذا السؤال تو وين؟ لان اي واحد يكون عنده ويكنس معناه أكيد 100% حتكون في الكورتيكو سباينال تراك. الكورتيكو سباينال هو البيراميد تراك. بس السؤال أنا كورتيكو سباينال يمتد من الكورتكس لعند العضلة. من توا ممكن نتكلم وهذا. السؤال اللي سوى نحن أي واحد عنده ويكنس وين بالضبط؟ أوكي أكيد إنه هو في البيراميد. بين وين في البيراميد اللي هو الكورتيكو سباينال؟ أنا يبدأ عندي سؤال لازم نجاوب سؤالين أخرى لازم نجاوبهم مش نعرف وين. لازم نجاوب. Is this upper motor neuron or lower motor neuron؟ لذلك احنا كان منطلق مش نعرف بالضبط وين قسمنا الويكنس الى upper motor neuron and lower motor neuron. وكيف كلكم تعرفوا ان upper motor neuron معناها اللي هايبر تونيا هايبر ريفلكسيا ونو ويستنج نو فاسيكيوليشن واكستنسور بلانتر ريسبونس اللي هو البابينسكي ساين بوزيتيف باثولوجيكال تنسس. عندنا هذا اللي نقوله نحن ساينز اوف ابر موتور نيرون هايبرتونيا وهايبرفليكسيا نو ماسل ويستنج الا في النهايات كما احنا عارفين نقولوا ديسيوز and there will be no muscle wasting. لما نحن نعرف هذا الميزة من ميزات اللور no fasciculation هذين يصيرون في اللور ونديروا له البابينسكي ساين والاكستنسور بلانتا حيث بوزيتيف and there will be positive pathological reflex اللي هو الباتيلا ريفلكس والادابتور ريفلكس هنا اسمها الباثولوجيكال ريفلكس. المفروض ما عندناش لو طلع من هذا الابر موتور نيورون اللور موتور نيورون العكس بالضبط. يعني نقدر نقول نحن هنا في هايبو تونيا وهايبو ريفلكسيا او ريفلكسيا اند ويستنج اند سيكيوليشن اند نيجاتيف بابينسكي او نقول عليها سنسور بلاند ريسبونس ونيجاتيف باثولوجيكال. فكانما نحن نعرف الكلام الغالي حيطلع عندي لور موتريون. فنحن ديما بعد نلقوا في ويكنس نسال السؤال الاول از ات ابر اور لور. ليش نحن نسال السؤال هو هذا الكلام هذا السؤال الاهم. ليش احنا لازم نعرف الويكنس ابر ولا لور؟ ليش بعد ما تديروا اكزامينيشن لازم تقول لي انت ابر ولا لور؟ لاننا نعرف ان الكورتيكو سبانال تراكت هذا يمتد من الكورتكس الى المخ. هذه نهايتها.
فهو في الكورتكس ينتقل الى الانترنال كبسول، ينتقل الى البرين ستيم، ينتقل الى السباينال كورد، ثم ينتقل الى البريفرال نيرفس هذين لعند الهواء. فانا مش نعرف وين الليجن، وانا اقول وير از الليجن، انا ما ادري ارى ولا لا، وحنعرفه. هذه مهمه جدا المعلومات. نو في الكورتكس لعند جنتي هنا وين في السباينال كورد؟ انتيريور هورن سيلز ولا لا؟ فروم ذا كورتكس لعند before مش هنا before anterior horn cell، هذا يسمى upper motor neuron كما نقول في الدراسة. بالأمام anterior horn cell anterior horn cell، بعد anterior horn cell هنا هيتكون عندي nerve root ولا لا؟ بعد nerve root يجيني peripheral nerve اللي هي nerve region nerve الأبر ولا في اللور nerve whatever شنو هو يعني. يعني كل الروتس تجتمع لي بيعطيني بلكسس كما انتم عارفين البلكسس على حسب بريك بلكسس ولا لمبر بلكسس ولا غيره. ثم يجيني نيورو ماسكولار جانكشن ثم يجيني المسكل. فانا بعد نقول لور موتي نيورون انا يجيني في واحد من هذول يعني من الانتيرو هورن سيل يا الروتس يا البريفرال نيرف نيورو ماسكولار جانكشن يتعرض. فانا انتيرو هورن سيل لعند المسكل هذا اسمه لور موتي نيورون. فأي ليجن في الانتيرو هورن سيل ولا في النيرف روت ولا في البريفرال نير ولا في النيرو ماسكولار جانكشن ولا في العضله هتعطيني لور موتي نيرون وحتجيها صنع هذا. واي ليجن بتكون في الابر موتي نيرون من هم الابر موتي نيرون؟ والله الابر موتي نيرون اربع مكانات ما عندناش خمس، كورتكس ديرنا كبسول برين ستيم سباينال كورد. بس انا سباينال كورد تكلموا انا بيفور انتيرو هورن سيل. واضح الكلام ولا لا؟ سو معناها انا عندي اربع مكانات يعطيني ابر موتينيون كورتكس وتيرنا كابسول وبريد ستيم اند جاست بيفور الانتيرو هورن سيل سباينال كورد. انا هنفصلوها انت سباينال كورد بشوي تفصيل. بينما لو واحد اذا عنده لور موتينيون معناها انا حطيتها وين؟ في اما في الانتيرو هورن سيل بروحها يعني الانتيرو هورن سيل تنتمي للور يا اما في الروت يا اما في البريفرال نيرف يا اما في النيرو ماسكولار جنكشن يا اما في العضله. لو جيت هو تكلم على الديزيزز انت عارف النيرفس سيستم انها معروفه معدودات اسواق. لو نقول كورتكس نقول سي بي اي. ما نعمل ما تسمع سي بي اي تعطيك لور موتي نيرون. احنا تو بنحطه معناها تو اول حاجه تعرفها انت قاعده عامه من الامراض اللي فيها الابر وما عمري ما نسمع به في اللور، وهذه تسهل عليك حل الام سي كيو. هذه حتسهل عليك واجب الام سي كيو. فانا لو قلت سي بي اي، سي بي اي بالكورتكس، السي بي اي ممكن تجيب من الانترنال كبسول كما حكيتها، بس السي بي اي ما تجينيش من النيورو ماسكولار جنكشن. في سي بي اي تجي من النيورو ماسكولار جنكشن ولا في العضله ولا في البريفرال نيرف ولا في معناها ما فيش سي بي اي تعطيني لور. الا حاله واحده انا نقول لكم سي بي اي مرات تكون ماس وصدر تعطيني حاجه اسمها سباينال شوك، اكيوت سباينال شوك. لكن في النهايه حتنقل وتقعد ابر حتى هي. تعين السي بي اي مرات يبدا يسلم لور لان عندهم سباينال شوك بس. بس هم في النهايه اكيد على حسب المكان المفروض يصير لهم ابر. عموما ناو الكورتكس سي بي اي، تخيل واحد يقول لي في تيومر في الكورتكس. والله تيومر عادي، تيومر وين ما هو يجي وما يعطيك ميتا فيتشر. انا ممكن التيومر يعطيني ابر موتينيون هون ويكلس. واحد يقول لي تروما شنو؟ نحن هنا نتكلم على ميديسن، ما نتكلمش على سيرجري. التروما والتيومر شنو ما نحكوش عليهم، نحكي على ديزيز. الميديسن يجيبوا لهم ديزيز، يجيبوا لهم امراض فاسكولار اوتينيون كلام هذيا يعني. سو اول حاجه تربطوها في الكورتكس هي سي بي اي. لذلك احنا خلوا سي بي اي. واحد يقول لي دكتور انا جريت المالتيبل سكليروسز، المالتيبل سكليروسز ما تجيش الكورتكس. انا هذه واحده من الميزات المهمه جدا جدا، لان الام اس ديسيز اوف وايت ماترز نوت جري ماتر والكورتكس از جري ماتر. فكان لما تشوف هذا انا بنحولها، انا كتبت تشوف تروما مش عارف شو اللي يحولوها خلونا في سي بي اي. انا انت في الكورتكس اي كورتكال ديسيز خليه سي بي اي لعد ما انا نضيف لك عليها شهر. فالانترنال كبسول تحتمل ثلاثة ديزيز حنتكلموا عليه، موتر نيورون ديزيز والسي بي اي ممكن تجي والام اس. ثري مين ديزيزز معروفين يعطوني موتر يعطوني انترنال كبسول ليجن. لو كانت الليجن في الانترنال كبسول ولسه ليجن في الانترنال كبسول وات ذا كوز؟ الكوز عادة واحد من ثلاثة هضمة لو انت تتكلم عن امتحان الانسان. البرين ستيم نفس الكلام، موتر نيورون ديزيز سي بي اي ومالتي سكليروسيس. حتى هو واحد من الاشياء اللي نحن نتكلم عليها.
spinal cord, motor neuron disease, CDA. ولكن هنا مش CDA نقول عليها احنا, خلينا نقولها spinal artery infarction. Infarction في anterior spinal artery. Anterior spinal artery infarction CDA, stroke, bruising. واحد عنده AS for example. ويجيك في spinal cord lesion usually embolism, تسكر الانتيرو سبينال ارتري لانه واحد من البرانشز عاده اللي ممكن توصل له للبوليزم. او ممكن مالتيبل سكليروز, او ممكن يكون بريدريكس اتاكسي. او ممكن يكون B12 ديفيشنسي. او ممكن يكون سيرينجوميليا. أو ممكن يكون what's the disease of spine. أو ممكن يكون tumor أو trauma spinal cord. أو ممكن يكون transverse myelitis. أو ممكن يكون cervical spondylosis. أنا هو مش هتسمع فيه دواء, مش هتسمع فيه دواء الموت نيون, أنا قاعد أتصنف فيه مع الأبر تو. فأنت لازم تفهم إن في سي بي إيه وموت نيون ديزيز وإم إس قاعدين فوق البرين. حول بس الإم إس من كورتكس. الكورتكس فيها سي بي إيه بس وينز اللوك. كيرا كابسول البرين ستيم هم الثلاثة قاعدين. بعدين ينزلوا يقولوا قاعدين هم الثلاثة وهم بيقولوا في أبر ديزيزز. فأنت بعد تسمع في فريدريكس أتاكس. ولا تسمع بي 12 ديفيشنسي اللي هو سب اكيوت كومباين ديجنريشن سباينال كورد. تسمع سيرينجومين, تسمع بوكس ديزيز, تسمع تيومر وتروما للسباينال كورد. هذا كله ابر موتينيرون, مش حاجه تعطيني دواء موتينيرون. بس واحد احنا نصنفه هيك وهيك. فلذلك هذا حيحل لك مشاكل واجد في الاستديو. مرات يحط لك احتمالات وانت ما تعرفش, بس انت تحق الديزيز كله من دواء ابر واحد زارق بدون دواء. والله حتى ما تقدرش السؤال اكيد اوجهه. العامل مشترك بين ثلاثه اخرين كلهم أبغى أبين واحد يحطك سي بي إيه ومس فريدريكس أتاكسي بي 12 ويحطك مايسينيا جريبس يعني قاعدة هنا إذا في مصر رجعش أكيد هي بدون ما تجد السؤال ولا لا, لأن أكيد يعني في عامة مشرك قاعدة هنا أبغى موتينون وهنا يعني تدور موتينون. ثم على أولا ويكنس هنقوله وير. السؤال الأول مش نعرفها بالضبط, لازم نصنف الويكنس إلى أبغى ولور مش نعرف الأمراض اللي فيها الأبغى. وهذا حيسهل علي واجب في إجابة السكيوب وإجابة الحالات وكذا وكذا. يعني لو مثلا قال لي young female presented with weakness ويبدأ يوصف بشوية ويقول لي عنده spasticity, لو ما قال spasticity طلعت myasthenia gravis. طب young female معناها myasthenia ولا لا؟ لكن لو قال لي عندها يعني fatigue وptosis ومش ما فيش ونورمال فيكس والله هيدا أنا قاعد هنا توه في الجهة الأخرى. أنا هذه النقاط هيفرق لك بين من ومن, بين diseases, بين many diseases. ثم نشوف هنا لو نقولوا diseases عشان targeting الـ anterior homoxyl هنا نقولوا motor neuron disease and Guillain Barre syndrome, وهذا كده مهم جدا. motor neuron disease هو الوحيد اللي يديني mixed lesion, عادة يعطيني upper و lower الـ anterior homoxyl وكان يعطيني فوق, وهذه تسمى amyotrophic lateral sclerosis. هذه نسموه بها نحن amyotrophic lateral sclerosis. So amyotrophic lateral sclerosis هذا هو اللي يعني نوع من انواع مو موتور ديزيز. في موتور نيورون ديزيز منه اربع انواع, ثلاثه ما تقرونش اقرونا واحد اهو amyotrophic lateral sclerosis اللي هو هذا اللي حيجيكم في الاكزام, هو الموست كومن تايب اوف موتور نيورون ديزيز, هو اللي يعطيني ميكسد ليجن amyotrophic lateral sclerosis. جيليان باري سندروم خلاص انا من تو المفروض انا نصنف جيليان باري ان هو لو موتور نيورون. عمرك ما تلقى واحد عنده ويكنس من جيليان باري اسندنج باراليسيس ويقول لك في هايبر ريفلكسيا. جيليان باري سندروم بالانتيرو هورن سيلز اند بريفرال نيرفز. يعني جيليان باري شنو يديه هو ياخذ في البريفرال نيرفز انفولف في جماعه حتى الانتيرو هورن سيل. فهو لو حد سالك وقال لك جيليان باري هو نوع من انواع البريفرال نيوروباثي, صح هو بريفرال نيوروباثي, هو موتور اند سنسري اند اوتونوميك نيوروباثي, يرجع ياخذ فين كلمه. فلذلك جيليان باري سندروم يصنف في الموتور يصنف مع لورا موتور نيورون. الروت مش مهم واجد هنا ونقوله
اوديك له بس اللي هو كومبريشن لود كومبريشن. وهذا مش مهم بالنسبه لنا احنا نتكلم على ديسك بروداكشن مش عارف كذا مش مهم. الفرنلاب هو البريفرال نيوروباثي. عمل ما تلقى واحد موتور نيوروباثي بريفرال وهيبدا هايبرفليكسيا. طبعا ليش البريفرال نيوروباثي يجي له ويسين ويجي له هايبرفليكسيا وارفليكسيا؟ لان هذا كله من درج تحت منه اللي هو الموتينيور. نيورو ماسكولار جنكشن مايسينيا جريس. هذا ليش يقول له عندي ميل وعندي لو موتينيرون مايسينيا عندي ابر موتينيرون امس وحدة يعني هنا عمره مكان عند برنشل البعض يعني وحدة أبر وحدة لور. نحن عمره ما حصلنا نقول هذا مايسيني والله أمس إنه مش شور بعض المكان. so المصل هو المايوباثي. فأي واحد لما يباثي مفروض يكون عند البيكتشر بتاعتينه بتاع اللور موتينيرون. so كأنما نحن نقوله لو كان نحن أول شيء عرفنا الديسيز عرفنا أبر ولا لور نقول نصدق. ونحن لو تقولي أبر حولتها مطل بكلمة واحدة أقولي قولي أبر ولا لور. أنا نحن نقسم الديسيز تأسينس ممكن بالنص بحث هذا سؤال الأول. ثم عندنا سؤال آخر نحن نسأله فيه في الويكنس بعد ما نقوله وير هل هو أبر ولا لور. نسأل السؤال آخر نقوله هل هو هيمي باريسيس. والله بارا باريسيس أنا هنا مش هنخش التفاصيل يعني في حاجات مش صعب تعرف من البنوات. لكن انا حتكلم انا على نقاط مهمه. هيمي باريسيس ان بارا باريسيس ان كوادري باريسيس. فانا لو قلت لي حاجتين اي واحد عنده ويكنس جاوب لي حاجتين يقول لك يجي وين على الاغلب. لو قلت لي ابر موتور نيورون وهيمي باريسيس خلاص انت اعطيتني سؤالين المهمات. لو قلت لي ابر ولا لور موتور نيورون وبارا باريسيس انا انت خليتني افكر وين بالضبط. تقول لي ابر خلاص خليتني افكر في اربع مكانات انا ولا لا. وتقول لي لور خلاص خليتني افكر في هذول. لكن لو كانت تجيني شويه وتقول لي راي هيمي ولا بار ولا كواليتي انا حتزيد معاك وممكن نحصرها اكثر في اماكن يعني ممكن بعدين ندور حصتها في احتمال ان هي وين بالضبط. فلو حد قال لك هيمي باريسيس اول حاجه يعني احنا كم عندنا احتمال ترى لو واحد يجي يفكر فيها. انا عندي ابر ولور وعندي ثلاث انواع من الويكنس صح؟ المفروض يكون سته احتمال. يعني انا مثلا الهيمي باريسيس في منه ابر ولور المفروض والبارا باريسيس في منه ابر ولور والكوادري في منه ابر ولور المفروض ست احتمالات بس انها حتكون خمس. في ليش؟ لان الهيمي باريسيس اولويز ابر عمرها ما تكون لور. فانت عمرك ما تفكر في حياتك ان في واحد عنده لور موت نيرون هيمي باريسيس فانا هيجي لك خمسه لان الهيمي باريسيس حتكون اولويز ابر. ولو حد قال لك ان ديما هي ابر موت نيرون اولويز معنى هي عندها اربع مكانات مظبوط ولا لا؟ لان لما تكون في كبسول برين ستيم مصمان الكور معنى وين اللي يجي بالهيمي باريسيس؟ والله اربع مكانات كورتكس برين كبسول برين ستيم مصمان الكور مظبوط؟ لان هي ما عندهاش الا فور ما عندهاش الا ان تكون ابر موت نيرون. There is no lower موت نيرون هيمي باريسيس. فالبارا باريسيس يحتمل احتمالين ممكن يكون ابر موتينيرون نسمى فيه نحن سباتيك ممكن لور موتينيرون نسمى فيه نحن كلاسيك والكوادري حتى هو يحتمل حتى هو احتمالين سباتيك ان ابر موتينيرون ان لور موتينيرون. فكانما انا بعد تقول لي في ويكنس والويكنس هذه هي تعطي لي ابر ولا لور وتعطيني الديستريبيوشن بتاعها وين الويكنس هذا كوادري ولا بار ولا هيمي انا حنقدر نوصل اغلب على الاغلب الى وين بالضبط. لو حد قال لي لو حد قال لي سباستيك باراباريسيس احنا خذينا اربع مكانات الهيمي ولا لا؟ نجول نزيد باراباريسيس ما الهيمي ما عادش عنده خلاص اربع مكانات وحنجوها حنزيدوا فصلوها. بعد المرحله الثانيه انا غلبوا لي ضيف لي عليها كلمه كوادري والله يعني مع الابر والبار. فانا لو قلت لي بارا وكان هو ابر موتينيرون بارا بريس نسميها ناس باسي يعني فيري كومن كيس الاثنين وفيري كومن كيس البيت مهمه جدا هي سباسي بارا بريس. يعني عنده ميكانيك يا اما البرين يا اما السباينال كورد ما انا نحصره تو هيمي كانت اربع مكانات بس بعد ما تقول لي بارا بريس وابر موتينيرون عنده ميكانيك انا هنا راسم البوت اللي هو البوت وهذه السجفة الاريا
هل يسجل فوتشر؟ هل يسجل هذا كله سجل لين؟ هل يسجل صبير يسجل ساينس؟ هل اسمها برا سجل ايه؟ فوت قاعد هنا وماشي هيك. فأنا أمثل نضرب فوت وفوت بشكل جرف نور يعطيني برا غريزة أمثل يجي سيدي ويكس اللور الليكس اثنين بعد أنا أثر علي كثير ماس أنا تضغط هيك وتضغط هيك مختارة من هي أول ماس هيك فوت أدفوت فاللور لم would be weak. فهنا بعد أقول لي برين نقول لك البارا سجل ايه البارا باريسيس ويرز ذا ليجن ان سباس البارا باريسيس قلنا ممكن في البريد ممكن في البارا سجل ايه وهنا في منينجيز عشان تعرفون فالكس سبرايت فالكس سبرايت مكسلا منينجيوم ولا لا والموست كومن باثولوجي تكون بارا سجل منينجيوم معناها هي لو كانت في البريد حتكون سببها بارا سجل اريا باثولوجي وعاده تكون منينجيوم فنحن نسمو فيها بارا سجل منينجيوم لو واحد عنده ويكنس والليجن هنا ما عندهش الا كان واحد في البريك بارا سجل اريا والباثولوجي هي بارا سجل من الجوم فنحن كيف ما قلت لكم احنا نبغى ويرز الليجن ان وات از ذا كوز او وات ذا باثولوجي تو احنا عرفنا ويرز الليجن ان وات ذا كوز لو الاخر امبورتنت هو المور مور امبورتنت اللي هي من سباينال كورد والسباينال كورد قول لهم بالتي 2 لعند ال 1 سباستيك باراباريسيس لو انت قلت لي في السباينال كورد معنى هي from T2 لعند L1 وهنا نعمل من الدرس نخشي تفاصيل هيريح هيريح تريح الحارة كده هذه 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 جزئية تبقي شوية وقت مش نحن نقدرونها كمان لكن على الأقل نعطيك المعلومة أنا إن T1 C5 لعند T1 upper limb صح T1 hand أنا هذا T1 معنى T2 تبدأ من هذا معنى أنا بيش يصير عندي سباستيك باراباريسيس في الرجلين بس في اليدين فري مفروض أنا نقعد تحت T1 صح ولا لا سمبلي هي هي معناه انا لو ضربت التي 2 اللي تحته كله هيكون سباستيك وهذه قاعده من قواعد النيوم والام سي كيو كيف الام سي كيو شو يقول خلوك ما يركزوا كويس حتى لكم سي كيو هيكم حتوحلوا فيني يقول لك لو انا ضربت مثلا سي 5 مثلا انا ضربت سي 5 سي 5 يقول لك نحن حنلقوا ويكنس عند لور موتور نيرون عند البايسبس مو البايسبس سي 5 المفروض جوابها صح ويقول لك نلقى سباستيسيتي بلو ترايسبس ولو طب صح الكلام هذا شوف بليش انت جوابها صح الكلام هذا لان في قاعده في النيورو شو تقول في السباينال كورد ليش بعد نضرب سيجمنت معينه الليفل بتاع السيجمنت هتعطيني لور موتينون هذا الليفل في ليجن يعطيني لور موتينون واللي تحت كله سباستيك اللي تحت كله انقطع عليه الابر موتينون سبلاي اللي تحت كله حيكون سباستيك ترى المقطوعه هذه ترى انا ضربت التي 2 تي 2 فوق النبل النبل تي 4 والابلايكس تي 10 وبينات تي 8 تخيل انا ضربت ها انا الاريا هذه حتكون كلها شنو فلاور ما عنديش انا عضله هذا اشوفه بس لو عضله شنو بيكون كلها من هالمنطلق نحن قلنا من تي 2 لعند ال 1 بهي ليش قلنا عند ال 1 مو بس وين الكور في ال 2 لان بعد ال 1 تحت الروت سميها كوديك وايت الجول عند النهايه اسمها كوديك واين عارفين كوديك واين مش حتعطيني ابر موتينون فنحن حصرناها لل1 لان تحتها كوديك واين ليش هذا اسمها كوديك واين ليش كذا ما خرب وحصرناها تحت التي 1 يعني من تي 2 لان نحن نتكلم هون على الابر من بوني 3 لان بعد نرجع فوق شوي نبي نخش في كوادري هنا ما انا حنقول تو فلذلك مش واحد يصير له بيور سباس البارابريس حتى في الاكزام بالاورال في اي مكان يقول له فروم تي 2 لعند ال1 هذا الكلاسيك ليجن تعطيني سباس البارابريس في السباينال كورد ومور كومن مور كومن في السباينال كورد ذا البرين هي الباراسيس هي البارابريس مور كومن ان يكون في السباينال كورد سو هذا بالنسبه للسباس البارابريس لو كانت في البرين او كانت في السباينال كورد بينما الدور موتي نيرون بارابريس او بارابليجيا عاده يكون at any time at any يعني هو عادة أنا most common نقول إن إحنا involving the peripheral nerves أو the anterior horn sense عادة الدور موتينيون برا بليجيا عادة ما نقول هالشي ليفل معين له هي عادة involving أي مكان بس أهم شيء تطلع من من السباينال كورد جي من الانتيريور هورن سيل وكذا
هل يكمل لعب فوق تكون اكواين او غيرها؟ السؤال هل يعني احنا نحن نخش وين نيجي بقدر ان احنا نبقى وين شنو الكون؟ في حالة اللور موتيرون يقول هذه جيليان باري سندروم موتيوليزم اند ستيل. فقول اللور موتيرون بارابليجيا اللي هي بعد نلقاها لور هنحط الدفرنشي لور بين النوجي هذا نسوونها ريبيت سباستيك بارابليجيا هو صح ولا لا؟ سباينال كورد ضبط ولا لا؟ انا دائما تفكر في هذوما في سباينال كورد ليجن سباستيك فور اكزامبل فانا لو حد قال لك حطي ديفرنشال بتاع سباستيك بارابليجيا حط هذوما وتقدر تفكر بيناتهم وتشوف من في منهم على حسب الايج انا نحتاج نسوي الكلينيكال بيكتشر ونخش شوي نفرق بين الامراض لكن هذوما كلهم معروفين يقولوا لي سباستيك بارابليجيا بوتينيون ديسيز سي بي اي ام اس وغيرها هم كلهم يديروا سباستيك بارابليجيا بس بعد تقلب وتقعد فلاسيد لور موتينيون تغير الدفرنشال يقعد جيليان باري سندروم وبوتيليزم ودفتير والبوتيليزم ودفتير انا ممكن بس مش تحط دفرنشال بس هي لو لقيت واحد جاك في الامتحان وقال لك جرنال البيبر بالذات جرنال اكزامينيشن يجينا عنده لور موتينيون ليجنز او فلاسيد باراليسيس في اللور لم هذه جيليان باري ما نجيبوش البوتيليزم ولا نجيبو دفتير لكن هذه دفرنشال فقط فلذلك احنا السنان الوحيد ان جيليان باري سندروم ascending paralysis with lower motor neuron weakness في lower limb هذا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعطيه لكن خاطيها اغلب كثير في جهة النار بسيسن هيعطوني spastic paraparesis هيعطوني upper motor neuron اللي هم هم كلهم ليجي في spinal cord عند الليبل في ليجي يعطيك lower motor neuron هذوما كلهم عند الليبل في ليجي يعطيك lower motor neuron تحت الليجي يعطيك spasticity وهذه القاعدة اللي توا قلناها في النيورو هذه مهمة جدا القاعدة هذه قاعدة اللي تفهمك MCQs وانا كيف تقدر تجاوبها ام سي كيو رقم واحد حفظك للديرماتومز ما قلت لكم احنا بس مش نضيع لان في نص طويل شويه حفظك انا سي 5 باي سي 6 و سي 7 باي 6 شنو يسالك هو؟ يقول لك ضربنا السي 5 حنلقى ويستنج في الباي 6 والله صحيح ويستنج معناها لو كنت نيرون صح؟ معناها اسلج بيجي لكن هي حاجه لو كنت نيرون ويقول لك نلقى هايبر ريفلكسيا في التراي 6 والتراي 6 سي 6 وين جايه تحت؟ وخمسة ستة سبعة لا فأنا لو ضربت البايسبس نلقى هي ويستد ونلقى البايسبس هي هايبرفليكس لأن بينو ليفل فليجن ذاتس واي السؤال هذا مشهور في الام سي كيو في اللوكاليزيشن فليجن يقول لك يعطيك ليفل معين يقول لك ضربناها ويقول لك نحن المفروض نلقوا عندها توا لور موتشنيرون يعطيك حاجه يقول لك ويستنج فاسكيوليشن يقول لك هايبرفليكسيا بعدين يعطيك فليجن تحتها ليفل تحتها ويقول لك انا نحن المفروض نلقوا ابر موتشنيرون كيف ما قلت لك بايسبس ستة وترايسبس سبعة نضرب البايسبس يعطيني لور والترايسبس يعطيني ابر هذا قيس على اي درماتوم ممكن يغير لك كلمه يغير لك على حسب درماتوم وانا حفظك للدرماتوم هو اللي حيخليك يساعدك في انك تحل الستيو سو معناها هذا بالنسبه للويكنس لو تقول لي ويكنس ابر ولا لور لو قلت لي هيمي باريزس حصلتها في اربع مكانات لو قلت لي بارا باريزس انا حصلت هنا في السباينال كورد لو كان او باراسيشال اريا او كانت في دايجنوسس واحد اللي فيها باري سندروم لو كان تكلمنا على لور موتور نيورون لو تكلمنا على كوادري باريسز لو كان واحد عنده ابر ولا عنده لور هم اثنين هم اثنين ليجن ابوف سي 5 ليجن ابوف سي 5 شو معنى سي 5 سي 5 تعطي انا لتوا والسي 5 دبينا تعطي انا ياي معناها لو ضربت واحد في النك بتاع انا سي 5 هيا at level of C5 lower motor neuron صح؟ وتحته المفروض كلها spastic معناها نحن اي واحد نضرب له C5 transverse C5 نضربها هيك عندها هي حيكون هنا ممكن في شويه wasting لان الشولدر C5 فيمتحف كلها انا شايف فيه spastic quadri varices معناها spastic quadri varices هو واحد quadri varices كل الليجن above C5 هذا في حاله شنو؟ ال upper motor neuron نضرب فوق C5 هي تقعد لور على حسب القاعده واللي تحتها كلها قاعد سباستيك وهيك معناها اربع لمس ان الارض هي لم سباستيك بس لو كان جيليان باري سندروم انا بنعطيكم بس الجيليان باري سندروم شو يدير؟ يرجع من اللقطه هو يعطيك لور طبعا خلاص جيليان باري لور بس كل ما يرجع هو ياخذ الماء ياخذ الابدن ياخذ الشست ياخذ البلبا المصرز ياخذ ما يعطيك فلاسيد فمعناها نحن بعد نقول فلاسيد ما نقولش نحطه ليجن ونقوله ابوف ولا بلو
نتكلم على الديزيز ياخذ في الديرماتومز ورقه كيف ما نجي تلك منا في هذا اللور موتينيون بارابليجيا ما هو قاعد يرجع خذا مع اللور نم بس طق المرحله هذه بارابليجيا بزاد اخر زاد اسندي هو ممكن يكمل النهايه يعطيني كوادري ما نجي للفري ممكن يعطيني بارابليجيا ممكن يعطيني كوادريبليجيا وهن الاثنين حيكون اللور موتينيون فلذلك انا لور موتينيون كوادري هتقول لك جيليان باري سندروم فالواحد يقول لي بوتيليزم ديبتيريا تكتبوا شندرينك والله ان حتى نحطون جنبه لان هم نفس الدفرنش يختلفوا بالليفل لو الليفل لو طار حنسميهم دفرنشال ديجنوسيس والباراملجيا لو رجوع هم نفس الديزيز بروسيس بقوا فوق السي 5 هم كوادري معناها دفرنشال ديجنوسيس فكوادري بليجيا لور موتينيون والدفرنشال ديجنوسيس اوف باراملجيا لور موتينيون نفس الدفرنش هم كلهم هيكونوا بوتيليزم and Guillain Barré syndrome and diphtheria. Botulism and diphtheria just إنك أنت ما راح تسمعها واحد من causes. بس الديزيز اللي بيجيك والتشخيص لازم يكون Guillain Barré syndrome في البيبر. لو هلا مرات حد يقول لك في المايسينيك كرايسيس مايسينيا جريفز لأن المايسين أنتوا عارفين لو روتينيرون صح والمايسينيك بيشن بعد خش في كرايسيس هيصير لك كوادري حتيك. بس الكوادري باريسيس بتاع المايسينيا شو هيكون؟ هيكون فلاسيد أكيد لأن هي معنا مع اللو روتينيرون. That's why انك انت لو تعاملت مع كوادري ممكن سباستيك كوادري والسباستيك كوادري هذا لو حد يقول لي دكتور بايلك انت ما كنتش اسباب السباستيك كوادري كبيره على باب سي 5 هم يرفقوا بشوي يعطوني كوادري ينزلوا لقطه يعطوني هم يختلفوا في الليفل بس هم نفس الديزيز في نفس السباينال كورد رجوع فوق السي 5 مثلا واحد صار له موتور نيرون ديزيز والمشكله بين السي 5 الموتور نيرون هذا خشيب كوادري في واحد عنده موتور نيرون ديزيز والمشكلة بدأت بالتي 2 على موتور نيرون ديزيز هنجيب باراباليسي بينما واحد عنده بي 12 ديفيشنسي المشكلة بدأت من فوق جيب كوادري سباستيك بل بي 12 ديفيشنسي بس بدأت بعد التي 2 تحت من تي 1 من تي 2 و 3 و 4 معنى هاتين سباستيك معنى هم نفس الكوز سواء كوادري وبارا كوادري باريس وبارا باريس نفس الأسباب أبر ولور بس اختلافنا في شنو؟ الليفل اللي تعطيني كوادري هي above C5 والليفل اللي تعطيني بيور باراماريسيس هي تحت من T1 اليوم نحن نقول من T2 لعند L1 وقلنا في حاجة ما كودا كوان يعني L2 و3 و4 ولعند النهاية مش هيعطيني سباستيسيتي هذي سو هذا organization العام وفهمك العام لي ولسه ليش هو كلام مهم جدا هذا هو اللي حيخليك دي reasoning وتعرف تفهم وتقول هذا يصير منه ولا ما يصيرش منه حتى في الكلينيك كنا مرة مهم لو نقطة أنا احنا شلنا لسنا تو مش نقطة التشخيص احنا بنقطة التشخيص انا بعد كل ويكنس نقول لك ابر ولا لوا السؤال الاول فانت في الكيس المفروض همك الاول والاخيري ابر ولا لوا لان انت كلمة ابر ولا لوا تسوى عندك تو ولا لا بعدها يهمك ديستريبيوشن وين صاير الويكنس راح يهمني ولا بارا ولا كوادري لان الديستريبيوشن يخليني نعرف بالضبط وين هي مضبوط بس بعدين هم سرد الحاله السرد بتاع الحالة هيقدر يعطيك في حاجات بوزيتيف ونيجاتيف اكوردنج للديسيز بروحها فنحن هذا شو نحتاجه؟ نحتاج انه نعرف ميزات كل ديسيز في الكلينيك واللي هو اكيد في البيبر معناها ولا لا؟ معناها انت شو ناقصك تو مش تقول هذه موتور نيورون ديسيز انت اول حاجتين تو مش تقول موتور نيورون ديسيز اول شيء الويكنس ابر ولا لور والله ميكس صح ولا لا هذه نقطة وهذه من الاول بعد ما يقول لك سباستيسيتي ومعها فاسيكيوليشن الجملة بروحها هذه تكفي تقول عليه موتور نيورون لأن الوحيد يقدر يفهم هذه فهي همي ولا فارا ولا كوادري والله هو ممكن يحتمل يدير أي حاجة تكلمنا عليه الكوز نتاع الهمي نتاع الفارا باريس ولكن يعني نحن ممكن سباينال كورد فيري كومن بح شو ناقص والله والله ناقصني عمر المريض هل هو مين ولا في مين نخش بشوية كلينيكال بيكتشر تو عشان نقدر نعرف تمام عموما ما هو حنخش تو في المور ديتيلز فانا شو الحل اللي يحصل؟ مش نحكوا على الديزيز هنحكي على الهيمي باريسز هذي ونفصلها شوي ونخش في البارا باريسز ونفصلوها والكوالي باريسز ونفصلوها وهيك نحن نقدر نقول تكلمنا عن ثلاث اربع سينس لو فصلنا ثلاثه هذوما حلينا الكود بتاع سينس ومفروض نحل لك تو الكود لانك انت لازم تعرف ابر ولا لور وين الفيجن ديستريبيوشن حطيت ديفرنشال حطيت ديفرنشال خلاص زي كل النظري ما عادش في مشكله تمام لو هذا بالنسبه لي
يبقى عندي سوى من يتكلم لو كنا مرات يجيك حد يقول لك راو همي باريس لو قلنا نحن هين باريس كم عندها احتمال ما احتمال الاول يكون الكورتكس احتمال الثاني ان يكون الهرم سود احتمال الثالث ان يكون البرين سكن احتمال الرابع يكون في السباينال كورد وانت عارفين شو معنى كلمه سباينال كورد لو ضابط الليفل لو هرموسر اللي تحت السباينال ترى ايش منها في السباينال كورد والاربعه هذين مش هيقل لي لور موتور نيرون ان الاربعه هذين ابر موتور نيرون نضع ايش فينا احنا مش هنلقوا هيمي باريسز لور موتور نيرون شو ناقصني انا تو هيمي باريسز لو واحد قال لي هذا هيمي باريسز والله ناقصني بعض الساين اللي خلاني نعرفها بالضبط وين لان لو قال لي في هيمي باريسز ويز كورتيكال ساين انا نحن نقول هذه في الكورتكس ولو قال لي في هيمي باريسز ويز انترنال كبسول ساين انا هذه انترنال كبسول برين ستيم ساين وغيرها لذلك نحن نحتاج ان نعرف من الساينس تاع الكورتكس من الساينس تاع الانترنال كابسول من الساينس تاع سباينال كورد والبرين ستيم انا انت بعد ما تدير سبورت في الكلام الماضي هي الويكنس اللي لها سبورت شنو بالساينس تاع الديفرنت لوكيشنز حتى بالضبط يعني مثلا الكورتكس دي ديسفيزيا ولا بس ما بيت ديسفيزيا هي بريس زي ديسفيزيا خلاص يعني ما نفكر انا فيه الكورتكس هذا واحد من الاكزامبلز لكن عادة هم هيجسروا في ديفرنت يعني سيناريو في الكورتكس فأنا نبي ندور توا كورتيكال ساينس الكورتيكال ساينس نقدر نقسموه كذلك فرونتال وبارايتال وتمبورال واوكسيبيتال هذه واحدة من الامسكيوز المشهورة لذلك انت انا ممكن الشخص يصير له هيمي باريسز والفرونتال لوب ساين ومرات يسألك سؤال حتى بلا هيمي باريسز يقول لك all these are signs of frontal loop lesion set right and loop lesion لو كان هيمي باريسز في الفرونتال لوب هيصير ممكن واحد من الاشياء هذه اول حاجة تصير نوع من انواع الاسفيتي اسمها بروكس الاسفيتي عند اسامي واجد البروفيسر اللي يسمو فيها عندنا موتور سبيسيا يسمو فيها نان لوند سبيسيا انا لو حد صارت له بروكس ديسبيسيا عاده نقولوا الليجن حتكون في الفرونتال لوب هيمي باريسز زي بروكس ديسبيسيا انا ليجن وين فرونتال لوب خلاص كلينيكلي واضح الكلام فيري ايزي يعني نوصل للتشخيص والله فري كومن في سي بي اي ممكن تلكم كورتكس تساوي سي بي اي بروكس ديسفيزيا هي شنو؟ اول حاجه بعد تسمع كلمه ديسفيزيا جاوب كورتكس 100% في الكلام هذا ايش هي تحت الكورتكس تعطيني ديسفيزيا؟ تحت الكورتكس يعطيني ديس اسبير السبيتش لو سمعت كلمه ديسفيزيا انا 100% يجي في الكورتكس سؤالنا بس وين بالكورتكس؟ لكن هي 100% حتكون بالكورتكس تحت الكورتكس حيصير عندي ما يعرف بالديس اسبير يعني it's not dysphasia, cultivating articulation. كلمة dysphasia هي اللانجوج هو defect في اللانجوج اللغة بتاع المريض تنظر بس فيها مشكلة اللغة شو هي اللغة؟ قلنا اللغة هي أني نفهمك ونرد عليك ونحط ضمائر ونجمع ولا لا؟ جمع وكذا اللغة تلقى عندها مشكلة في اللغة لكن بتاع الدسارفيا اللغة بتاعها 100% لأن الكورتكس السنتر بتاع اللغة قاعد فوق كويس لغة مشكلتها في الكوميونيكيشن يعني مثلا واحد عنده سنة مكسورة بيقول سين يقول فين والله فين هذه ديسافيا لغة 100% هو مش بحاجة بس مشكلتها مش قادر يقول السين وقيس على هاي الكلمة هيكون كلها ديسافيا لكن ديسفيزيا تلقى اللغة not doing well يا أما ما يفهمش لي يا أما ما يقدرش يرد عليك وهكذا لذلك احنا لازم نفهم وش نوعيتها الديسفيزيا صح؟ البروكس اريا وظيفتها اندرستاندينج ام سوري وظيفتها سبيتش نقولوا عليها ان موتور سبيتش يعني انت بعد ما تقول لي اي حاجه نفهمك بالورنيكي اريا اللي قاعده في البرايتا ورد عليك بالفرونتال لوب اللي هي بروكس اريا
الكلام اللي اتعلمتها في حياتك كلها اي كلمه واي جمله اتعلمتها في حياتك كانت بروجرس خاصه. فانت اسلوبك وكلامك ومفرداتك كل اللي تختار فيه من مكان واحد اللي هو من بروجرس. تخيل جاتك سي بي اي وجدت لاي واحد سي بي اي وانضربت بروجرس. يعني انت بتخسر الكلام اللي اتعلمته في حياتك. يا كانت بارشال ليجن خسرت بعض الكلمات. يا اما كانت كومبليت ليجن وخسرت الكلام كله. تسمعوا بيه يقولوا جاتها جبهه ما عادش دوار. ولا لا؟ يقولوا خلاص ما عادش دوار. هذه بروكس سبيس. لان هذوما ما عادش عندي مفردات يتكلموا بهم. لذلك هذوما ما عادش شيء يصير. حتلقى الناس هذوما عندهم نان فلوينت. شو معنى نان فلوينت؟ يتكلموا ما يقدروش يتكلموا. They cannot speak more than by words. ما يقدرش يتكلم اكثر من خمس كلمات وتتالي. لان هو ما عندهاش الكلام هذا خساره كلها. تلقاه مرات بالكامل او تلقاه ما يقدرش يكون جمله طويله يعني اكثر من خمس كلمات. هذا اللي هو شويه. والشخص الطبيعي عاده نسموه فيها احنا بروفرتي اوف سبيتش. تلقى المريض هذا ما عندهش عنده فقره في الكلام. فقره في الكلام. سو هذه اسمها بروكس. لو جيت النوعيه هذه معناها اللي يجي وين؟ فرونتال لوب. ثم ان الفرونتال لوب ممكن يعطيني رقم اثنين ريكرنس اوف بريمتيف ريفلكسز. وكلمة ريكرنس اوف بريمتيف ريفلكسز اللي بتسمعوا بالبريمتيف ريفلكسز اللي هي روتين وكذا المفروض يختفى عندنا. واللي يخلي فيه يختفى هو الفرونتال لوب. البريمتيف ريفلكس اللي يخلي فيه يختفى هو الفرونتال لوب. وانت الفرونتال لوب صار فيه مشكلة حياتك. انا اي واحد يرد عندي البريمتيف ريفلكس روتينج وات ايفر شنو هو فاهم جراف وكذا هذا لا يجي في الفرونتال لوب. نمبر 3 inappropriate picturation. والله الناس هذوما عندهم سنتر في الفرونتال لوب مسؤول الفرونتال لوب مسؤول انه هو يدير لنا انهبيشن الاكت اوف ميكتوريشن. بعد اي واحد عند الديزاير فور يورينيشن والسيتويشن لا تسمح البيهيفير مفهوم من الكنترول البيهيفير هو الفرونتال لوب يدير سبريشن بيهيفير هذا لعند تكون السيتويشن احسن. لو واحد عنده السنتر هذا مضروب اسمها باراسنترال بيوت لو صار في مشكله معناها الشخص هيخسر البيهيفير. فنحن نقول لوكالي في البلبس الانكونتيننس وكذا اورجانيك هو ما يبيش لكن غصبا عنا لكن بعد ما ينضج الفرونتال لوب كل شيء تمام بس البيهيفير اللي هو السلوك العام هو اللي فيه مشكله. فنحن البيهيفير اللي يخلينا نديرو سبريشن اليورينيشن قاعد في الفرونتال لوب. لو نحن خسرنا الفانكشن بتاع الفرونتال لوب ممكن الناس هذوما يصير لهم يعني اليورينيشن at any time at any place. هو عادي ما عندش الاكتر ما عندش البيهيفير هذه. هذه واحده من الحاجات اللي تخلينا نقولوا ان هذه فرونتال لوب ليجن. نمبر 4 فرونتال لوب يعطيني loss of psychiatric high movement. خلينا نقول سكيو كل المهمات. كلمه psychiatric high movement معناها انت اللي بتصبي فيها سياره خطبت بسرعه يا فلان انت شو تدير؟ هتمشي معاها ولا لا؟ الاي موفمنت بتاعنا ممكن تكون سريعه هيك ممكن تكون انت كانك تقدر تتبع الحروف يمشي بشويه كلها فعينك تقدر تحرك حركه واحده سريعه تقدر تحرك واحده واحده. السريعه اللي اسمها سكاليك اي موفمنت. سكاليك هو اني انا رابط اي موفمنت هو اني انا اتحرك من بوزيشن هيك ضد بوزيشن اخر هيك هذا السنتر بتاع وين قاعد بالفرونتال لوب. الاذر نمبر 5 فرونتال لوب ليجن هتعطيني ايموشنال لايبيليتي. وانا بقول ان الايموشن موجودات في الفرونتال لوب بيرسوناليتي بتاع اي شخص عاده يوجوالي في الفرونتال لوب. وانا ممكن يتغير البيرسوناليتي تشينجز اند ايموشنز وهذه واحده من الساينز. نمبر 6 تعطيني انوسميا. والانوسميا معناها نحن خسرنا السنس اوف سميل. معناها نحن هنا نقولوا لو الديسبي لو الهيميداريسيس مع واحد من هذوما معناها ليش الفرونتال معناها هنا نقولوا هي قاعده في الكوركس بس مش بس الكوركس وين بالضبط الكوركس انا نقدر نقول حتى هنا هي في البراكه ولا في الفرونتال ولا في
انا هنا جاليس رقم واحد ممكن يكون كون. ممكن يكون الليجن كلهم طبعا هيعطوني من باريس. ممكن يكون الليجن في البرايتل. فهي باريس والبرايتل دوت ليجن هتكون كالاتي. تعطيك رقم واحد سنسري ديسبيس. سنسري ديسبيس او نحن نسمو فيها وجهي ديسبيس. والوردكي ديسبيزيا ده عكس البروكرز. البروكرز يفهم فيه لان الوردكي كانت كويسه. وإحنا ندوه بالبروكرز ونفهمه بالوردكي اللي هي قاعدة في التيمبرو برايتل اللي هو نتكلم علينا طبعا. اي واحد يتكلم معك تفهمه بالتيمبرو برايتل وترد عليه بالفرونتل. لو صار مشكلة في الفرونتل تجد عندك صعوبة في الرد. هذا عليش سميناه من اللغة. وش يدو بابتين سبيتش. بس لو كان الكلام اللي في حياتك كلها تعلمت من الشيء قاعد في البروكرز. بس مشكلتك وين انت في البحث. الناس هذوما حيكونوا عندهم فلوينت يدوا عند المفردات واجهه. مشكلته منها مش فيكم. هذا مرات يحسبوا عنده ماني. يحسبوه ماني كتير منه. توكاتيف بيشن عنده وورد سالاد. استغرب الكلام يقول عليها نحن. مش فاهمك مش يقول ويرد في ردود مش هو اصلا مش فاهم. فمثلا تقعد جنب هذا هيك شويه تقول له ما تديرش بالك خذ النقال حطه في جيبك بدون ما تحط النقال رد. خذ النقال حطه في جيبك بعدين رد. لو كان بروكرز هياخذ النقال في جيبك ورد. لان البروكرز مشكلته هو يفهم فيه بس مش قادر يفهم مش قادر يرد. لكن هذا اقول خذ النقال حطه في جيبك يرد عليه يقول لك انا الحمد لله والله كويس. فهمتوني يبدا يقول في حاجات اخرى مش يعني يدير في حاجات عكس اللي انت تقوله. انا هذا عندي مشكله. ركي كان عنده مشكلة بالفلونسي صح؟ هذا الفلونسي كويسة. فلونسي جود. مشكلته بالكومبريهنشن. اللي هو الاندرستاندينج.